ربيعتي سارة تعاني من الربو، مرات أبوها يوديها الطوارئ الساعة 4 الفجر لأن عندها صعوبة في التنفس. أمها وأبوها يعرفون أن السبب الرئيسي لمشكلتها هو تنشقها لدخان السجاير، وهذا أحمد ولد عمي ولد مرح. هذاك اليوم اكتشفنا أنه يعاني من التهاب حاد في الرئة. آه لو يدرون أن كل هذا من الشيشة. في يوم من الأيام دخلت صفي ولست أتريى أحسن معلمة في العالم، معلمتي مريم، بس ما كانت موجودة لأنها خسرت أول طفل لها اللي مات فجأة عقب ولادتها لمبكرة. هل التدخين يستاهل كل هالألم؟ تعرفون أن الزجاير فيها أكثر من 7000 مادة كيماوية، ومنها أكثر من 70 مادة تسبب السرطان؟ تعاطي التبغ يسبب وفاة أكثر من 5 ملايين شخص، منهم 600,000 مدخن سلبي. فتح درايش ما يكفي لأن الدخان يلوث الهواء ويخلي آثاره على الملابس والإدران. التدخين السلبي يسبب التهابات في الإذن والتهابات وضعف في نمو الرئة وأعراض الربو عند اليهال والموت الفجأة للجنين، ويسبب جلطات القلب وسرطان الرئة عند الكبار. التدخين في الأماكن العامة ممنوع بالقانون، مع النحو أبوظبي خالية من التبغ.